بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم في فيديو جديد إن شاء الله، بإذن الله هنبتدي نسجله إن شاء الله، وخلال بكرة أو بعده بالكتير إن شاء الله يكون جاهز نرفعه على اليوتيوب. بنتكلم على مشكلة تحرير المستندات، وهي حد يقول لي فيها مشكلة؟ هقول له نعم. تحرير المستندات اللي بتكلم فيه هنا بتكلم على ملفات البي دي اف. هل لما نيجي نقارن في بي دي اف اديتور اللي هي محررات البي دي اف، محررات يعني كلمة تحرير معنى كده ان انا بعمل فورماتنج وتحرير، بعمل تنسيق، بغير الفونت، بغير اللون، بغير الحجم، بحذف، بضيف، بعمل كوبي، بعمل بيست، النسخ واللصق، ده كله عبارة عن تحرير، بعمل بضيف حاجة، بشيل حاجة، الى اخر هذه الامور. طبعا المحررات هو المحرر، هل المايكروسوفت وورد طبعا ده اشهرهم، يعني اذا بنتكلم على الاوفيس طبعا في البديل ليه والمثيل ليه والمقابل ليه في نظام الابل او الماكنتوش، وفي البي دي اف اديتور. اشمعنى الاثنين دول اللي احنا مركزين عليهم؟ الحقيقه لان هم دول اكثر استخداما وانتشارا. الوورد ده الاكثر انتشارا واستخداما، وده المحرر الافضل يعني من وجهه نظري. طبعا ربما في بيبقى في افضل منه جايز، لكن طبعا ده الاكثر انتشارا. والافضليه هنا مش افضليه امكانيات، لكن افضليه هو امكانيات فعلا ممتازه نمره واحد واكثر انتشارا. وبالتالي لان هو الغرض من التحرير ان بنبعت ملفات ونتبادل ملفات بيننا وبين بعض، وبالتالي لازم يكون بنستخدم نفس ايه البرامج للتحرير. وهنا جت بدايه البي دي اف، وده اللي هنتعرف عليه في الفيديو ان شاء الله باذن الله التفصيلي. يعني ايه بي دي اف؟ اللي هو بيقول عليه بورتابل دوكيومنت فايل، يعني ايه وليه تم انشاؤه الى اخره، وليه بنحتاج التحرير بتاعه. والحقيقة البي دي اف ده هو عبارة عن ملفات تم عملها او تصديرها من الوورد، يعني الوورد اساسا هو ده برنامج التحرير، لكن بعد ما حولناها ليه حولناها وليه محتاجين نعمل لها اديتور وايهما افضل، ده اللي هنتعرف عليه في الفيديو القادم تفصيليا بمشيئة الله. شكرا ونلتقي في الفيديو باذن الله.